وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدنو إليك أرجو مسلما، لست لذاتي وشهواتي بل حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك. حياتي ملكك يا رب إني لك عني وخذ يدي بيدك. عند رجوعي تمسح دموعي وترثلي، تشبيع جوعي ربي يسوع وتهديني. إلي تدنو إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي بل حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي بل حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك. ربي أراك أراك دربي ونسمتي، من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي. إلي تدنو إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي بل حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك. وقت طيب للجميع ولمتابعينا، شاكرين كل الدعم والمحبة والفرح في برنامج أسئلة وأجوبة من الحلقة الرابعة، كيف نحن مبررون؟ وأنا نقدم كل الممنونية مع الشكر الجزيل لقسيسنا المبارك قاسم سام على جهوده، على وقته الثمين اللي ينطينا، ومن أجل أن نتعلم عن كلمة الرب يحاول أنه يجاوبنا عن أسئلة كثيرة لكثير من المؤمنين يطرحوها في برنامجنا أو من خلال تفاعلاتنا وتعاملاتنا مع الناس في الأوساط ليس المسيحية أو الإنجيلية أو في مختلف خلينا نقول العقائد والطوائف. قسيسنا المبارك رحب بك، واليوم كلامنا عن كيف نحن مبررون في هذه الحلقة. طبعا هو سؤال جدا صعب. شنو أنا مبرر؟ على أي أساس؟ كيف أنا مبرر؟ وهل أنا مبرر؟ كثير من الأشخاص تحكي له هل أنت مبرر؟ إجابك إن شاء الله. ماكو كلمة يقين بالموضوع، صح؟ ماكو كلمة، لا، هو كأنما أكو شك أو أكو ريبة أو خوف أو توقع من المستقبل، هو ما أعرف وين يعني. طيب هاي المسألة تزداد صعوبة من كل الناس، خصوصا من المسيحيين.
اليوم المفروض الكلمة عنده، المفروض أصلا قارئ الكتاب المقدس وعنده يقين بهذا الجانب. إضافة إلى أنه كيف أخلص وكيف أكون أنا مبرر أمام الرب. طيب هذا يؤدي إلى أنه أعمالنا الصالحة هي اللي توصلني إلى الله، أم كيف راح أكون مبرر أمام الله؟ صح. شو؟ السؤال الأول اللي نتوجه بينه جنابك الكريم، وتحدثنا عن الخلاص في الحلقة السابقة صح. وتعلمنا شنو معنات الخلاص yes. ولكن ماذا عن التبرير؟ وشنو معنات كلمة تبرير؟ مش معنى كلمة تبرير؟ مثل ما قلت أخوي عبد الله، كمثل أرضي، إذا واحد مسوي في الشيء في الجريمة ضد القانون، جريمة كلش قوية، ويعني حاشا السامعين والناس يتفرجون البرنامج، إذا واحد كاتل في الواحد وكان شيء مثلا يعني بالفيديو والأدلة وماخذين للمحكمة حتى ينحكم، القاضي لازم يحكم لو مجرم أو هو مبرر، يعني بريء ما عنده أي شيء، لو هيك لو هيك ماكو بالنص بالضبط. اوكي نعم. فالحاكم ما يعرف هناك الشخص اللي البوليس ماخذيه وحاطيه قد المحكمه وحاط ضده، هو ضد الشخص هذا يعني قضيه في الاشكال الاجرامي. نعم. الحاكم لازم يشوف على الادله الموجوده، هو يقرر بالاخير هل هذا انسان بريء او هذا انسان مجرم. يعني مثل ما قلنا ما كفى شيء بالنص، ما كفى شيء ان شاء الله قد المحكمه. نعم. فالقرار راح يجي، هل أنت حقا بريء أو أنت حقا مجرم؟ نعم. وكل طبعا إذا حسب الجريمة عكو عقوبة إلها. فالتبرير يشير إلى مكانتنا القانونية أمام الله في بلاطه أو محكمته السماوية. روعة. Okay. نعم. بمعنى إن المسيحيين بالإيمان يعلنون أنهم صالحين بريئين أمام الله في بلاطه السماوي، لأن يسوع المسيح أخذ مكاننا بتلقي الحكم كنا نحن مستحقه على نفسه. يعني هو صار بدالي في محكمة الرب، يعني القرار ضدي اجى عليه. نعم. العقوبة اللي أنا مستحقها اجت على ابن يسوع المسيح. بهالطريقة صرت أنا مبرر، كل خطايا ماتي الرب أخذها حطها على ابنه، كل العقوبة اللي أنا كل غضبه هو اللي كان مستحقه أخذها حطها على ابنه، كل كمال ابنه، طهارة ابنه، قداسة في حياته من بداية إلى النهاية أخذها حطها علي آني. نعم. المسيح قبل الموت من أجلي، آني أخذت الحياة الأبدية. هو هذا التبرير، الإعلان الإلهي. الإعلان الإلهي إنه المسيحيين حقيقيين المدعوين مختارين في المسيح مبررين تماما، مو إن شاء الله، مو احتمال يحتمال لا. ما خف الشيء وشواش هنا. كلام رائع قسيستنا، وإجابة رائعة إنه لو نعم أو لا، ما في وسط وممكن وبعدين لا. طيب هل هذه الطريقة يفهم بها جميع المسيحيين تبرير معناته بهذا الأسلوب؟ ممكن إنه نسأل سؤال بطريقة ثانية، ما هو سبب حركة إصلاح بالقرن السادس عشر؟ نعم. يعني إحنا نسمع عن مارتن لوثر، هؤلاء الناس يعرفون مارتن لوثر. نعم. يقول يعني ليش صارت حركة الإصلاح؟ هو تسألني أنت، وهذا الفهم ما تبرير إن كل المسيحيين نفس الفهم عندهم؟ نعم. للأسف لا، للأسف لا. السؤال يجي، هل نحن مخلصون ومبررون بالأعمال أم ننقذ نبرر بالإيمان؟ هري بأعمالي أو همية بالإيمان. نعم. فللأسف مو نفس الفهم موجود من كل المسيحيين من كل طوائف. يعني إخواني اللي هم من الكنائس الرومانية كاثوليكية عندهم فكرة معينة. نعم. اللي جوا من الكنائس الأرثوذكسية عندهم فكرة معينة قريبة على الرومانية بس مو نفس الشيء. أوكي. وطبعا الحركات الإصلاحية التي بدأت بأوروبا بالقرن السادس عشر. نعم. بعد الميلاد، سيرة هذا السؤال وجاوبتنا بطريقة ثانية. فللأسف مو نفس الفكرة، واليوم راح نسمع الكتاب المقدس يشرح لنا كلمة التبرير والخلاص. طيب كيف يفسر الكتاب المقدس؟ وهذا احنا يعني هدف الأساسي من هذه الحلقات هو أن نرجع للكتاب المقدس. صح. كيف يفسر الكتاب المقدس التبرير؟ أكيد مثل ما قلنا، التبرير هو عمل الله في إعلاننا صالحين من خلال الإيمان بيسوع المسيح. نعم. أوكي؟ هو هذا التبرير. رومية 1:17 تقول مثلا، ففي البشارة، يعني بالإنجيل نحن نبشر الناس عن المسيح. نعم. ففي البشارة
يعلنوا إن الله يبرر بالإيمان من البداية إلى النهاية. يبرر شلون؟ بالإيمان من البداية إلى النهاية. فكما يقول الكتاب البار المبرر المخلص بالإيمان يحيى مو بالأعمال. رومية 3:21-26 هاي هنا ملخص شلون الله بررنا وخلصنا عن طريق ابن يسوع المسيح. رومية 3:21-26 أما الآن فقد أعلن الله كيف يتبرر الإنسان من دون الشريعة، من دون أعمال، لأن ما حد يقدر يطبق الشريعة، وتشهد الشريعة وكتب الأنبياء بذلك أنه ما حد يطبق الشريعة، بس الشريعة تقول لك مخلص رح يجي هو يسوع المسيح. 22 فالله يبرر بالإيمان بيسوع المسيح، وهذا يشمل جميع الذين يؤمنون لا فرق بينهم إذا كنت يهودي وغير يهودي، حيث أن جميع أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ مقياس مجد الله، لكنهم يتبررون مجانا بنعمة الله بالمسيح يسوع الذي اشتراهم وحررهم. فالله مو أني، مو فت قس، مو فت كاهن، الله قدم يسوع كفارة بدمه لخطايا كل من يؤمن، وهذا يؤكد أن الله بار، بمعنى لما الرب عاقب الخطيئة عاقبها ما خلاها تفوت مشاها، عاقب الخطيئة بس عاقبها على ابنه، وهذا يؤكد أن الله بار حيث ترك الخطايا التي تكفى في الماضي دون عقاب، بس عاقبها شوين وين لما حطاها على ابنه. 26 بسبب إمهاله صبره، بسبب إمهاله وهو بار في الحاضر أيضا، وهكذا هو بار وهو يبرر أيضا الذين يؤمنون بيسوع المسيح. أبونا السماوي إذا فكر بك قاضي بالمحكمة ما مشى الخطايا مثل ما نقول مساحة تحت الزاوية، نعم زولية العفو، ما مساحة تحت الزولية، ما غطاها هيك، نعم صبر، هو في فكرة كان مقرر إنه في اليوم راح يجي ابن المتجسد يسوع المسيح راح يموت على الصليب، موته على الصليب هو الثمن اللي إحنا ندفعه لخطايانا، هو مات ابنه، عاقب ابنه، عاقب خطايانا على ابنه، بررنا بهالطريقة في المحكمة الإلهية في المحكمة السماوية. خلينا نروح على رومية إصحاح 4:5 حتى لا تضيع علينا الفكرة. رومية 4:5 أما الذي لا يتكل على أعماله بل يؤمن بالله الذي برر العاصي فإن الله يحسب له إيمانه برا. فمطلوب من عندنا مثل يكون نحن مثل الشخص هذا، أما الذي لا يتكل على أعماله بل يؤمن بالله الذي يبرر العاصي فإن الله يحسب له إيمانه برا. مطلوب من عندنا آمن. غلاطية 2:16 عفوا قصة إذا صحي بس أطلب من الأخوة المتابعين إذا أكو إمكانية أنه يفتحون كتاب المقدس ويانا أكيد حتى يقرأ، لأنه النصوص شوية صعبة إذا ما نتابعه ونقرأها. أنا أعتذر على المداخلة أكيد. لا بالعكس أتمنى من المتابعين أنه يفتحون كتاب المقدس ويانا أكيد، وهذا أنا أعتذر أصلاً إن إحنا هواية اللي مشينا نسوي هذا البرنامج بالعشور يمكن نطلب كل مرة من إخواننا وإخواتنا اللي يتفرجون هذا البرنامج إنه يكون وياهم كتاب مقدس ويدققون ويانا. لا تسمع كلامي دقق، أكد، افهم، واطلب من روح الرب انه يساعدك تفهم الكلام، لان هذا كلام خطير مثل ما قلت اخوي عبد الله، لان احنا نتكلم كلام بصراحه ضد التيار العالمي، ضد التيار الديني الموجود في العالم هسه، حتى التيار المسيحي ما يفكر بالطريقه هاي، فلازم نرجع للكتاب ونقول هل حقا الكتاب يقول هذا الكلام؟ صح. ثانك يو سو ماتش اخويا، اونستلي ثانك يو سو ماتش. مره ثانيه غلاطيه اصحاح 2:16 لكننا نعلم ان الانسان، اسمع زين، لكننا نعلم أن الإنسان لا يتبرر أمام الله بحفظه للشريعة بل بالإيمان بيسوع المسيح، ولهذا آمنا بالمسيح يسوع لكي نتبرر أمام الله بالإيمان في المسيح وليس بسبب حفظنا للشريعة، لأنه لا أحد يتبرر بحفظ الشريعة ولا واحد يقدر يسوي الشريعة 100%، الجميع أخطأوا يقول الكتاب، الجميع أخطأوا. غلاطية 5:1 شوف التحرير اللي عندنا، تبرير حررنا. نعم. غلطية 5:1 قد أطلقنا المسيح إلى الحياة الحرية، أطلقنا، فحافظوا على ثباتكم ولا تعود ثانية إلى قيود العبودية. ترجع مرة ثانية تقول لي لا أعمال طقوس،
هنا أشياء أرضية لا حبيب الله. وطبعا هي هاي رسالة الكتاب المقدس، إحنا نبشر بهالخلاص، هل المحبة الإلهية هذه هي بشارتنا. ما نجي نحط ثقل على الناس تقول لا صلي 5 مرات باليوم، لازم تصوم 2 مرات بالأسبوع، لازم تسوي بركة، لازم تسوي زكاة، لازم تسوي هيك وهيك وهيك. هاي أعمال، هاي أعمال 613 قانون كان موجود في العهد القديم، إذا ذكر لازم يهوش أن يطبقوها. نعم، مين يطبق 613؟ احنا واحد ثاني كل 20,000 يعني آدم وحواء كانوا مصي وحدة تاكل من الشجرة، هاي شجرة تاكل معنا وحدة بس، صح؟ مش يعني طبيعة الخاطئ مثلنا احنا، وصي وحدة غلطة ما قدرة. مثل قلنا هي هاي رسالة الكتاب المقدس. أعمال الرسل لما تلاميذ الله حل عليهم روح القدس وبدأوا يبشرون، قاموا يقولون أعمال الرسل 13:38-39، فأعلموا أيها الأخوة إننا ننادي لكم بغفران الخطايا من خلال يسوع. لقد عجزت شريعة موسى أن تحرركم من خطاياكم، أما كل من يؤمن بيسوع فإنه يتحرر منها، يتحرر من الخطايا ونتيجة الخطيئة. يعني كلام يشجع. كورنثس الثانية 5 تقول من عدد 14 بعدين 17-21، كورنثس الثانية 5:14، فمحبة المسيح، محبة المسيح تدفعنا لأننا نؤمن بهذا. شنو إيمانا؟ هو هذا إيمانا، إن مات إنسان من أجل جميع البشر فالجميع إذن قد ماتوا، وقد مات المسيح من أجل جميع البشر لكي لا يعيش الأحياء لأنفسهم فيما بعد، بل الذي مات وأقيم من الموت من أجلهم. 17، إذن إن كان أحد في المسيح، إن كان أحد في المسيح فهو الآن خليقة جديدة، النظام القديم قد انتهى وها كل شيء قد صار جديدا. 18، وهذا كله منين؟ من الله. منين؟ من الله، مو من عندنا، مو 99% من الله وشوي من عندنا، لا، وهذا كله من الله الذي صالحنا مع نفسه في المسيح، ان هو صالحنا ويا نفسه بالمسيح، واعطانا نحمل رسالة المصالحة. احنا بشر بنا بهالمصالحة. 19، فرسالتنا هي إن الله في المسيح قد صالح العالم مع نفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وقد أعطانا رسالة المصالحة، فنحن نعمل كسفراء المسيح، وكأن الله يدعوكم بواسطتنا، لذلك نطلب إليكم نيابة عن المسيح تصالحوا مع الله، لأن الله جعل المسيح الذي لم يعرف خطية خطية من أجلنا لكي يصير لنا فيه بر الله. لأن الله جعل المسيح الذي لم يعرف خطية خطية من أجلنا لكي يصير لنا فيه بر الله. أخذ خطايا حطها عليه، سوى ابنه خطية من أجلي، أخذ قداسة ابنه كمال ابنه حطها عليه حتى يكون مبرر به هو. يعني في شيء مدهش جدا إليا. فيليبي 3:4 بعدين 8-9 يقول فيليبي، مع أنه لدي أسباب كثيرة لو أردت الاتكال على الأمور الخارجية. فهو الرسول بولس يتكلم كيهودي، يقول لو أنا كنت أريد أفتخر ماكو واحد مثلي، أنا يهودي بن يهودي بن يهودي، يعني صدق فريسي. يقول مع أنه لدي أسباب كثيرة لو أردت الاتكال على الأمور الخارجية، فإن ظن أحد أن لديه أسباب الاتكال على ما هو خارجي فليعلم أني لدي أكثر. هو ماكو مثل كان فريسي يهودي ما. بعد يقول 8، بل إني أعتبر كل شيء خسارة بالمقارنة مع الامتياز الفائق لمعرفة المسيح يسوع ربي. لهذا تخليت عن كل شيء من أجله، وأعتبر كل شيء نفاية لكي أربح المسيح. ما أعتمد على يهوديته، ما أعتمد على فريسيته، ما أعتمد على المدرسة الإلهوتية اللي درسها بعد قبل مجيء ربي يسوع. قال كلها نفاية لكي أربح المسيح وأكون فيه، دون يكون لي بري الخاص المبني على الشريعة، بل البر الناتج، يجنين الناتج عن إيمان بالمسيح، البر الذي مصدره منه الله وأساسه الإيمان. يعني كلام واضح واضح، ما محتاج حتى واحد يترجمه، ما يفسره، بس اقرأ وأطلب من ربي يفهمك إياه. ولا ننسى أنه هو التبرير نفسه هي هبة من الله، يعني هدية من الله حتى يبرر. يعني ما مستحق رحمة، ما مستحق أنه يشوفني رحمة، مو بس رحمة انه ما يحطهم جهنم، لا، بتي النعمة انه اكون ابن إله، ابن إله للابدية، مو بس موقف معين، مو بس براني طلعني، لا، سواني ابن، غيرني من جوا حتى اكون مثل ابن يسوع. فشيني محمية يتخيله، نجي نقول هو هبة من الله، التبرير هو عمل قضائي من الله، يعفو عن الخطاة تماما. رومية 4:5،
أم الذي لا يتكل على أعماله مثل ما قرناها هسه، أم الذي لا يتكل على أعماله بل يؤمن بالله الذي برر العاصي فإن الله يحسب له إيمانه برا. رومية 3:21-24 قرناها مرة ثانية. أما الآن فقد أعلن الله كيف تبرر الإنسان من دون الشريعة وتشهد الشريعة وكتب النبياء بذلك، فالله يبرر بالإيمان بيسوع المسيح. نفس الآيات قرناها تشوف إنه كله الله دا يشتغل. نعم. خامسا بعدين خامس نقطة خامسة إنه قبولهم على أنهم صالحين وصديقين بذلك إعادة وضع علاقتهم كأولاد الله بشكل دائم الذي كان سابق مبعدين اللي كانوا سابق مبعدين على شخص الله. هسه إحنا بالإيمان الرب سوانا صالحين وصديقين مبررين وصار علاقتنا وياه علاقة أولاد مع أباهم السماوي. نعم. أوكي. هذه قرار تبرير هي مثل ما قلنا هي هبة من الله منحة لنا من أجل يسوع المسيح. يعني حتى هنا هاي نقطة كلش مهمة، يعني المنحة الإلهية إلنا وتبريرنا بيسوع المسيح هو من أجل يسوع المسيح نفسه. شلون؟ كورنثوس الثانية 5:21 خذ روح هناك على السريع. كورنثوس الثانية 5:21 لأن الله جعل المسيح الذي لم يعرف خطية خطية من أجلنا لكي يصير لنا فيه بر الله به هو سير. وهو في كل مكان في كل شيء أعلى من كل شيء من أجل يسوع المسيح. لذلك نحن مبررون بعدالة على أساس العدالة مثل ما قلنا الرب مو بس يعني مثل ما قلنا كنس الخطايا ما تحطها تحت الزولية غطاها، لا غسلها ودفنها وعاقبها بدم يسوع المسيح. ومثل ما قلنا أنه بر المسيح يحسب لحسابنا إحنا، يعني هو بحياته الكاملة على وجه الأرض كإنسان كل بر ماتك كل أعماله كاملة محسوبة إلنا إحنا. من يجي هذا الكلام؟ من كتاب مقدس رومية 5:18-19 لا تنسون هالفكرة. لقد جاءت الدينونة على جميع الناس بمعصية واحدة آدم وحواء، وكذلك جاء البر المؤدي إلى الحياة الأبدية لجميع الناس بعمل بار واحد. فكما صار كثيرون خطاة بمعصية إنسان واحد سيجعل كثيرون أبرارا بطاعة الواحد يسوع. واحد طاع إحنا صرنا مبررين بطاعته هو. نعم. يعني في شيء عظيم، يعني رب يسوع عاش حياة كاملة بمعنى أنه لم يخطئ، لم يكن أي خطيئة، ما سوى أي شيء غلط. نعم. مثل ما سمعنا بالحلقة السابقة الله كان مسرور بابنه، مسرور سرور تام ما كفى شيء ناقص عليه. فلما نفهم سروره معناه أنه ما كفى شيء ضد ابنه في حياته، وهذا بر هذا كمال معطينا إحنا بالإيمان. ربنا يبارك القسيس. أكو سؤال يطرح نفسه بهذا المجال، هو المحكمة اللي فضلت بيها والتصوير الله كقاضي عادل، لكن أكو شخصية مهمة تحاول تأذي أولاد الله اللي هو إبليس الشيطان. صح صح. طيب هذا دوره ما رح يسكت أكيد، بتعرف جنابك احنا بكل حياتنا هو مستمر ويانا بصراعات يوميا، احنا بصراعات مع هذا أكيد أكيد الكائن. لكن المشكلة هل سيحكم الله على المؤمنين مع وجود هذا الكائن؟ yes. إحنا إذا حتى على أرض هسة إذا الشرطة مسكة واحد ودور للمحكمة والمحكمة حكمت بالبراءة، ما تقدر الشرطة مرة ثانية تأخذ نفس الشخص ودي للمحكمة نفس القضية، لأن إذا واحد قال لك هذا بريء هذا بريء تماما. نعم. فالرب لما أعلن أنه أولاده مبررين بالإيمان بيسوع المسيح، هذا التبرير هذا الإعلان هو مرة واحدة إلى الأبد. أوكي؟ مرة واحدة إلى الأبد. مستحيل أولاد الله بالإيمان اللي آمنوا وصاروا مبررين بالإيمان بيسوع المسيح هيجي يوم القيامة ما راح يحكمنا الله حسب أعمالنا، لأن العمل الوحيد المطلوب من عندنا هو الإيمان برب يسوع المسيح. ونتيجة العمل بإيمان بابن يسوع المسيح إنه حياتنا تتغير وروح القدس يجي علينا ونبدأ نعمل أعمال الله الصحيحة الحلوة اللي هو قرر إحنا نعملها ونمشي بها. فما راح يرجع عن كلامه. مثل ما قلت أخويا وكلام كلش مهم خاصة للمؤمنين اللي عندهم يعني روح حساسة هواية. حتى الآن حتى إذا كنت مؤمن حقيقي أنت عايش في الجسد. نعم. أنت عايش في الجسد. نعم. وهذا الجسد فيه صراع، في يجوع يعطش، يكون عنده احتياجات أرضية ما تكون مرتاح أو موافقة مو مشيئة الله فيه. نعم. أنت تحس بيها. نعم. الشيطان يستغل هذا الفرصة
ويريد يحط بينه الشك، ان هو بس يحط شكوك بس يريد يشك بالله الكون. حقا قال الله يا شك. اكيد. فهو من بداية حتى مثل ما قلت اخويا خدع ادم وحواء، حواء خاصة بهذا، هل حقا قال الله؟ نعم. فالشيطان يستعمل ضعفنا البشري بالجسد حتى يحط الشك بينا. نعم. بس مثل ما القانون الارضي يقول اذا انت اعلنت مبرر بريء، اوكي، ما نقدر نحطك بالمحكمه مره ثانيه نفس المشكله، لان المسيح دفع ثمن الخطيئه مره واحده الى الابد. نعم. رؤيه يوحنا 12:10 تذكرنا، ثم سمعت صوتا عاليا في السماء يقول هذه هي لحظه انتصار الهنا وقوته وملكه، وهو وها مسيحه قد اظهر سلطانه، لان الذي اتهم اخوتنا قد سقط. نعم. اللي اتهم اخوتنا الشيطان قد سقط، وهو الذي كان يتهمهم امام الهنا ليلا ونهارا. الشيطان في شيء روحي مضاد. نعم. للرب، مضاد لنا، لاولاد الله، فهو يشتكي ان قدام الله ضدنا. نعم. شوف سوى ربي لا بيقول شو مسوين خطاياهم حطتها على ابني، ابني مات مغسولة من يوم الولدة لين يموتون من هاي الحياة بالأرض، كل خطايا مدفعين تتحشي أنت. هذا يوم السقط، لأن المسيح قام. المسيح قام. رومية 8:33-34 تقول، من الذي سيشتكي على الذين اخترم الله؟ فالله هو الذي يبرئهم. الله يبرئهم. ومن الذي سيدينهم؟ فالمسيح يسوع هو الذي مات وقام، وهو أيضا الذي يجلس عن يمين الله يحامي عنا. نعم. أكو واحد يشكي ضدنا، أكو واحد يحامي عنا، هو اللي مات وقام وعاش. يعني من يشتكي علينا؟ الله مختارنا، الله غاسل دماء برئنا دم يسوع المسيح، من ينكر ضدنا؟ ما حد. طبعا هو الجواب اللي نتوقعه. فنكون مبررين، نكون مبررين هو نكون في أمانة إلى أبي، معناها إذا الرب بررنا إحنا مبررين إلى الأبد، ماكو في شيء راح يغير مشيئة الرب. رومية 5:1-5 تقول، فبما إننا قد تبررنا بالإيمان فقد صار لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، كما صار لنا امتياز الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نعيش فيها الآن، ونحن مبتهجون لأننا نتوقع المشاركة في مجد الله. وليس هذا فقط، بل إننا نبتهج حتى في ضيقتنا، لأننا نعرف أن الضيق ينتج صبرا، والصبر برهان القوة، وهذا البرهان ينتج رجاء، ورجاء لن يخذلنا، لأن الله قد سكب محبته في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا. أمين. كتاب يشرح نفسه. رومية 8:30، ثم دعا الذين قدسهم، ثم برر الذين دعاهم، ثم مجد الذين بررهم. يعني الرب يدعو اللي هو مختارينه، دعاهم. نعم. قدسهم، بررهم، ثم يمجدهم. يمجدهم وين؟ لما يقيمهم مع الرب يسوع. يعني في أفكار حلوة تجينا من كتاب مقدس. فجن هل هناك حكم يرجع الرب من كلامه علينا؟ مستحيل، لأن هو كلامه أمين، وأفعال والأعمال ربنا يسوع المسيح كاملة، والشيطان ما عنده أي قوة، لأن هو رأس مسحوق وساقط. السؤال ما أقدر أقول الأخير، لأنه بصراحة قلنا كثير أسئلة. نعم. محتاجين نتعلم أكثر. كلامك مشجع جدا. نشوفه. يعني كثير فرحة بنفوس المستمع. ما الذي يجب أن نفعله ليكون لدينا ما يبرر؟ يعني من حفوت على المحكمة وأنا واثق من براءتي، بس هاي الثقة لازم تكون نابعة من أحمل فتشية وياي. حتى الحاكم من يشوف فد علامة أو فتشية حتى أوكي أنت لا خلاص بريء. أكيد. تطلع. أكيد. هذه شنو هو الوسم أو العلامة أو اللي يجب أن أمتلكه أو أفعله من أجل أن أكون مبرر أمام هذا الحاكم؟ الله. يعني هو السؤال كلش طويل. شو اسوي انا حتى اخلص؟ شو اسوي انا حتى اتبرى؟ شنو هذا الشيء اللي اريد اسويه حتى اصل اليقين؟ شيء واحد بس، شيء واحد صغير، نآمن، بس نآمن. الوسيلة الضرورية، السبب الفعال للتبرير هو الإيمان، الإيمان الشخصي يسوع المسيح. كل شخص في أي كنيسة في هذا العالم لازم يكون عنده إيمان
بيسوع المسيح، بس مو إيمان غلط بيسوع المسيح. وهي لنا مشكلة، أكو ناس عندهم شهود يهوى مثلا، هذا مسيحهم مثل مسيحنا. كنائس المورمنز مثلا اللي ليت جديدة طلعت بالقرن 19 مسيحهم مثل مسيحنا. في الديانة مثلا الإسلام عندهم مسيح مو مثل مسيحنا، أكو مسيح واحد، فكر واحد. هذا المسيح اللي صلب، اللي عاش حياة كاملة من أجلنا، اللي مات، اللي قام، اللي هو قاعد هسيف على يمين القوة، لأن نؤمن به إنه هو حقاً حقاً عاش حياة كاملة من أجلنا، اتعمد من أجلنا، مات من أجلنا، قام من أجلنا، وهو هسه على يمين الرب يحامينا. هو هذا الإيمان اللي راح يخلصنا، هو هذا الإيمان اللي راح يبررنا. رومية 4:23-25 تقول: ولم يكتب هذا من أجله فقط، بل من أجلنا نحن أيضا الذين يحسب الله إيماننا برا لنا، نحن الذين نؤمن بالذي أقام ربنا يسوع من الموت، وهو قد سلم للموت وقيم من الموت من أجل غفران خطايانا ومن أجل تبريرنا. أخواني أخواتي، اسمعوا الكتاب، أقرأ الكتاب، دققوا ويانا. وهو قد سلم للموت وقيم من الموت من أجل غفران خطايانا ومن أجل تبريرنا. مو حتى احتمال، مو حتى يسوي 99%، لا، من أجل غفران خطايانا ومن أجل تبريرنا. بالمحكمة مغفور مبرر. رومية 10:8-13 لأنه يقول أيضا: الكلمة قريبة منك، هي على شفتيك وفي قلبك، وهذه هي كلمة الإيمان التي نبشر بها. إن أعلنت بشفتيك وأمنت بقلبك أن يسوع رب وأن الله أقام من الموت، خلصت. نعم. قلت بس إذا آمنت واعترفت خلصت، آمنت بقلبك، اعترفت بلسانك، خلصت، يعني خلص أنت مخلص. فبالقلب يؤمن الإنسان لينال البر، وبالشفتين يعلن إيمانه لينال الخلاص. فالكتاب يقول: الذي يؤمن به لا يخيب له، لا يخيب له رجاء. يعني ما نفشل يوم الأخير، ما نفشل يا أخواني يا أخواتي. 12 تقول: فلا فرق بين يهودي وغير يهودي، لأن الرب هو نفسه رب على الكل، وهو غني في الرحمة للذين يتكلون عليه، مو على نفسهم هم. لأن الكتاب يقول: كل من يتكل على الرب سيخلص. وهذا مطلب معنا، وذلك لأن الأساس الجدير بالتقدير لتبريرنا هو بكمال في المسيح. يعني أي شيء إحنا نريده محتاجينه بالكمال موجود في ربنا يسوع المسيح. غلطية 2:15-16 تقول: نحن ولدنا يهودا، تكلم الرسول بولس، نحن ولدنا يهودا ولسنا من الأمم الأخرى الخاطئة، ولكننا نعلم أن الإنسان حتى يهود لا يتبرر أمام الله بحفظ الشريعة، بل بالإيمان بيسوع المسيح. ولهذا آمنا بالمسيح يسوع لكي نتبرر أمام الله بالإيمان في المسيح، وليس بسبب حفظنا للشريعة، لأنه لا أحد يتبرر بحفظ الشريعة. وغلطية 3:24 تقول، وهي آخر آية اليوم: كنا تحت وصايا الشريعة، وصايا الشريعة إلى أن يأتي المسيح. كنا تحت الشريعة إلى أن يأتي المسيح فنتبرر بالإيمان. المطلوب من عندنا أنه نآمن. نعم. بالمسيح الحقيقي حسب الكلام المقدس. أمين. قسيس المبارك تعلمنا في هذه الحلقة أن المؤمنين يخلصون من غضب الله ومن آثامهم عن طريق الطريقة اللي أجراها الله بإيماننا بشخص يسوع، بأعمال شخص الرب يسوع المسيح الذي أخذ على نفسه العقاب وأعطانا بره حتى يتمكن الرب من أن يدنانا في ملكوته. أكيد. كلام رائع عميق، وأطلب من الرب أن تدخل هذه الكلمات إلى قلوب المستمعين مشاهدينا، أن الرب يستخدمهم ويلمسهم من أجل أن يتعلمون أكثر وأكثر ويدققون في الكلمة. شاكر جزيل، شاكر فضلك قسيس المبارك، وأوجه لك تحية من كل المشاهدين والمستمعين على جهودك المباركة في تفسير الكلمة، تفسير الكتاب المقدس، ومنتظرك في حلقات قادمة باسم يسوع المسيح. آمين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخوي عبد الله، نشكرك.